أن عاداتك، أن حرفتك التي تحترفها، أن عملك الذي ترتزق منه إذا كان في الأصل مشروعاً وفق منهج الله وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين وغير المسلمين، ولم يشغلك عن فريضة ولا عن واجب ولا عن طاعة، انقلب إلى عبادة بالإخلاص، وأنت في محلك التجاري، وأنت في مكتبك الهندسي، وأنت في عيادتك، وأنت في الحقل، وأنت في الصف، عملك اليومي، حرفتك، إذا كنت مخلصاً لله وابتغيت بها كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين وغير المسلمين، وما شغلتك عن واجب ولا عن فريضة، انقلبت إلى عبادة. لذلك قالوا عادات المؤمن عبادات، يعني أخذت أهلك إلى مكان جميل بنية تمتين العلاقة بينك وبين أهلك وأولادك والتفريج عنهم شدة الحياة، فأنت في عبادة. اشتريت ثياباً جديدة كي يكون مظهرك لائقاً بمؤمن، فأنت في عبادة.